أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم أنا وبيتي. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. حلقة النهاردة هتكون الجزء الثالث من حلقة خاضعين بعضكم لبعضا، واللي كلمنا فيها في الأسبوعين اللي فاتوا عن الاحترام في البيت المسيحي بشكل عام. خلونا نرحب بضيفنا الأول النهاردة، قدس أبونا أنتوني عطلة، كاهن كنيسة العذراء والقديس أثناسيوس بنورث ريتش كاليفورنيا. أهلا بيك قدس أبونا. أهلا بيك يجي. سعداء بوجود قدسك معانا دايما. استكمالا لموضوع احترامنا لأولادنا كنا توقفنا عليه في الحلقة اللي فاتت، هنكمل كلام مع قدسك عن أهم برضو مظاهر عدم احترامنا لأولادنا في البيت. قبل ما نكمل في الجزئية دي نحب نقرأ آيتين كده من رسالة بولس الرسول لأهل أفسس الإصحاح السادس، بيقول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق، أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد ليكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. وحطينا هنا شرط حلو خالص في التربية، بيقول هو تأديب الرب. وإحنا لو ندور على الطريقة اللي الله كان بيأدب بيها أو ما زال إلى يومنا هذا بيأدبنا بيها لما بنغلط، نلاقي إن ربنا حنين جدا في أسلوب تأديبه. يعني ربنا من أجمل الصفات فيه إن حتى لما إحنا بنخالف كلامه وأمره ويجي بعد كده يجيبنا، أما يجي يبتدي معانا صفحة جديدة ولا يذكر لنا أي شيء من اللي سبق صدر مننا قبل كده. يعجبني جدا في قصة يونان ان نلاقي يونان الاصحاح الاول في بدايته زي يونان الاصحاح الثالث في بدايته. في الاول بيقول: وكانت كلمة رب ليونان ابن امتاي، قال له روح لنوى وبشر ليها. وبعد كده كمل بقى في الاصحاح الاول ان يونان عصى كلام ربنا وهرب منه والمركبة والبحر والحوت والريح والكلام ده كله. والإصحاح اللي جه بعد كده الصلاة بتاعة يونان وهو في بطن الحوت في الإصحاح الثاني، جاء في الإصحاح الثالث ربنا رجع كلم يونان بالظبط زي ما كان كلمه في المرة الأولانية، ما تغيرش. يعني ما جاش مثلا قال له شفت اللي جرى لك ما سمعتش الكلام عشان بعد كده اتحرم علشان بعد كده تبطل. ده كلام احنا دايما نستخدمه كتير مع أولادنا، ولكن الله كان أسلوبه في التأديب حتى مع يونان اسلوب فيه حنيه. وحتى يقول كده المزمور: تاديبا ادبني الرب والى الموت لم يسلمني. واحنا لما نشوف ربنا احيانا اسلوب تاديبه معانا نلاقي ان بيتفاوت ما بين انسان لاخر، بس احيانا يكون ربنا تاديبه مع الانسان كتير انه يطبطب عليه، واحيانا ان يديله عطايا كمان. فإحنا مهم إن إحنا نحط المبادئ دي قدام، أو المبدأ ده بتأديب الرب وإنذاره، كلمة بتأديب الرب وإنذاره. فما يجي الأهل يتعاملوا مع أولادهم مهم إن هم يتعاملوا معهم بهذا المبدأ. نحط برضو في ذهننا إن عدم احترامنا لأولادنا ليه مظاهر كتيرة. اتكلمنا المرة اللي فاتت على ازاي ان عشان نعبر ليهم قد احنا بنحبهم او بنحترمهم، اتكلمنا على اهمية ان احنا نديهم هدايا تكون هدايا غير مشروطة، ان يكون في ملامسات مع الاولاد وكلام حلو وكلام تشجيع. مهم كمان هي حتة ان احنا نقضي معهم كواليتي تايم، وقت يعني حلو. الدنيا بقت فيها مشاغل كتير جدا، وفي مشاغل يعني ضرورية، وفي حاجات احنا
أضفناها على أنفسنا كنا عايشين فاين من غيرها خالص. فممكن شغلنا نفسنا بيها. حاجات زي السوشيال ميديا كلها، وسائل السوشيال ميديا، مع انها ممكن تكون نافعه للخدمه احيانا، ولكن اذا احيانا كتير بتاثر على البيت تاثير سلبي. واحده دوق النار حطت كلمه على الفيسبوك بتقول انا بقالي 23 سنه متجوزه عمري ما حلقت الرز، او اول ما فتحت فيسبوك اكاونت الرز بيشيط مني كل اسبوع، لانها اصبحت بتدي اهتمامها للفيسبوك اكتر ما بتدي اهتمامها لشغل البيت. حط بقى بجانب دوام ان احيانا كتير رجالة يرجعوا من اشغالهم مجرد ما دخلوا البيت قعدوا كده قدام التلفزيون او قدام الكمبيوتر او قدام الايباد، وتبص تلاقي الاولاد قاعدين حواليهم بس ما فيش اي انتر اكشن ما بين الاولاد وبعضهم، فما فيش حتة الكواليتي تايم دي مش موجودة. برضو كنت بزور اسرة فقالوا لي حاجة لطيفة خالص، بيقولوا بابا قرر ياخد يوم الاثنين اجازة من شغله علشان نقضي كواليتي تايم مع بعض. قلت لهم حلو، بعدين ايه اللي حصل؟ فقامت قالت لي ولا حاجة، انا كنت قاعدة في الأوضة فوق كلموني قالوا لي تعالي انزلي علشان تقعدي معانا. فبتقول فنزلت لقيت الوضع الآتي، لقيت بابا قاعد على الكنبة دي ماسك التليفون بتاعه، وماما قاعدة على الكنبة دي ماسكة التليفون بتاعها، واختي قاعدة على الكرسي اللي هناك ده ماسكة التليفون بتاعها. فبقول لهم في ايه؟ قالوا لها تعالي العبي معانا كاندي كراش. بس فبتقول لي طلعت جبت التليفون وقعدت لي على كرسي انا كمان وقعدت العب كاندي كراش. بتقول قعدنا ساعتين احنا الاربعه في نفس المكان، بس كل واحد فينا على التليفون بتاعه قاعد بيلعب على التليفون بتاعه. الانتر اكشن التفاعل او التعامل الوحيد اللي كان ما بيناتنا هو انه ممكن حد يروح يسال التاني يقول له ازاي تعدي الليفل دوت عشان تخش في الليفل وراه، بس كده ما فيش كلام. فما فيش حته الكواليتي تايم دي ما عادتش بقت موجوده، تلاقي الناس لاهيه نفسها في حاجات ملهاش اي لازمه، وولادنا محتاجين ديا. يعني الجيل الجديد دوت بيعاني. كلمه قالها احد الخدام عجبتني خالص من اسبوعين، بيقول لي يا ابونا العيال دي مظلومه لان احنا كنا بنقعد مع اهالينا فتره كتيره اكتر من العيال دي بتقعدها معانا دلوقتي. احنا كنا بنتكلم معاهم كتير وناكل مع بعض ناكل مع بعض وكل حاجه. دلوقتي حتى ما بنروح زيارات ممكن اكون مثلا في زياره ناس كتيره قاعده كبار، وتلاقي مثلا في اتنين شباب صغيرين قاعدين، الكبار بيتكلموا مع بعض والشباب كل واحد ماسك تليفون او ايباد وشغال فيه، واحد يكون حاطط الهيدفون كمان. فانا لما كنت قاعد قلت على فكره العيال دي هتكبر هيطلع عندها تخلف اجتماعي. فقالوا لي، قلت لهم بصوا احنا اتعلمنا ازاي نتكلم مع بعض او نتكلم مع الكبار واحنا صغيرين، كنا بنقعد في القعدات اللي زي دي ونشوف بقى بابا وماما بيتكلموا ازاي مع الناس دول، والناس بتتكلم وما يتقال كذا يترد عليه. دلوقتي العيال منعزلة عن الجو ده كله، فإذا كانت منعزلة عن الجو ده بره ياريت يكون في قلب البيت أتليست إن احنا نقدر نقضي وقت مع أولادهم. ونقطة أخيرة ممكن نظهر لأولادنا بيها بأولادهم إزاي بنحبهم وإزاي بنحترمهم، هو إن احنا أما نقدم ليهم خدمات. يعني طبعا احنا دي حاجة جوانا إن احنا على طول بنخدم أولادنا، بس برضو تكون الخدمة خدمة غير مشروطة. لأن الشاب أو الطفل الصغير أما بيشعر إن ماما مش هتعمل لي كذا غير أما أكون أنا اديتها كذا، برضو بيحس بالحب أو المشروط ده، فده ما يبنهوش بني كويس. أحيانا كتير مع أولادنا نقطعهم في الكلام، يكون عاوزين يتكلموا ما عندهمش فرصة يتكلموا نقطعهم ما نسمعلهمش خالص. نتريق على الحاجات اللي بيقولوها ما نديلهمش احترام فيها. وممكن يكون الطفل مثلا بيقول حاجة عنده ايماجينيشن
معينه، بدل ما ناخد يكون مثلا بدل ما ناخد الايماجينيشن اللي عنده، التخيل اللي عنده دون، ونبني عليه، لان دي في حد ذاتها موهبه ممكن تنمى في الانسان، ممكن تدخله في مجالات حلوه زي مجالات المعمار الاركتكت او الكلام ده كله، وكل اركتكتشر لازم يكون عنده ايماجينيشن. فاحنا ما ناخد الطفل ويجي ما هو يحاول يعبر عن اي حاجه زي كده، بدل ما نشجعها فيه او نحفزها فيه نتريق عليها او فدي تكسره وما تخليه يبقى، خاصة إذا الحاجات دي بتحصل قدام الآخرين. يعني إحنا أحيانا تكون جلساتنا برضو فيها ممكن تريقة على الأولاد، فالعيل يحس إنه كسف كده، يوم ياخد جنبه ويبقى خلاص مش عاوز يحضر في الأعداد دي. صدقني يا أبونا في النقطة دي أنا نفسي، يعني الكنيسة زي ما بتعمل كورسات المشورة قبل الجواز، نفسي لأن يعملوها بعد الجواز ويبقى فيها طرق تربية ولادنا زي السليمة والشكل الصحي اللي احنا نعيش معاهم بيه في البيت، لان برضو في كتير من الاباء والاماء الامهات ما عندهمش خبرة قوي وبيتعاملوا زي ما كانوا بيتعاملوا في بيوتهم، وبيطلع كله الولاد بيطلع طبعا شخصيتهم واضحة وزي الاهل. يعني حاجة كويسة لو الخدام بدأوا يعملوا حاجة زي كده، ان احنا حتى نلحق الموضوع مثلا في بداياته مثلا. طبعا طبعا، وهو في كورسات زي كده احيانا فعلا بتبقى موجودة في بعض الكنائس، انا سمعت عن كورسات وشفت بعضها، حضرت بعضها كمان، فدي بتكون مفيدة جدا، بس هي ما هياش معمولة انها كحاجة يعني منداتوري او ملزمة للكل. طبعا الانسان اللي بيشعر ان عاوز يحضر هو اللي بيروح، وانا بشعر ان الانسان بيكون عاوز يحضر وبيروح يحضر مش ده اللي فيه خوف منه، لان اللي حاسس انه محتاج عاوز يروح يحضر حاجه زي كده بيكون الشخص اللي هو عقله وذهنه متفتح وبيدور على الصح ويقبل النقد. هو الخوف بيكون من الشخص اللي هو شاعر ان هو يعرف كل حاجه، او الشخص اللي يبتدي يهمش هذه الامور. يعني في انسان يقول الكلام ده ايه لازمته؟ طب احنا كلنا في المجتمع المصري الموضوع قوي يعني. كلنا كبرنا في بيوت وكلنا وكنا بنتجوزنا وتربينا وزي وكنا بنتجوزنا وكلنا كنا بنتضرب وعشان كده طلعنا حلوين وزي الفل. طبعا الوضع ده في حد ذاته، الفكر ده في حد ذاته خطر جدا، لان ده يظهر ان الانسان ما عندوش اي استعداد للتغيير. كمان نقطه تانية يا ريت برضه نراعيها، ان تحسس الاولاد بعدم الاحترام، هي اما احنا نعاقب الاولاد ان بابليك يعني قدام الاخرين، دي تجرحهم قوي. يعني انا اقول دايما اي حد مثلا ولد عمل ايا كان التصرف اللي عمله، يا ريت تاخده على الجنب وتتكلم معاه، او العقوبه البانشمنت يعني تكون على الجنب، لانك لما بتعمل كده تعاقبه قدام الناس كلها بتهد صورته قدام الناس وبيجرح من جواه، ويبتدي يعني احيانا يتمادى في التصرفات بتاعته كمان. يعني الولد طفل ذكي قوي، بيبقى عارف اكتر حاجه بتضايق بابا ومامته وبيحب يعملها بعد كده كتير. صحيح، يعني على عكس ما احنا نفتكر ان هو مش مركز او مش فاهم قوي، لكن فعلا ذكي. وده السؤال اللي كنت اساله قدسك دلوقتي، ايه تاثير كل مظاهر اللي اتكلمنا فيها دلوقتي مع قدسك عدم الاحترام لاولادنا في المستقبل على تكوين شخصيتهم؟ يعني هو طبعا الشخص بيطلع، الطفل بيطلع البرسوناليتي بتاعته شخصيته مهزوزه، اذا هو شاعر بعدم الاحترام ممكن يفقد ثقته في ذاته، ودي تكون معطل شديد جدا ليه في حياته، حتى حياته العمليه او العلميه، ما يجي سواء في دراسته او في شغله يبتدي يبقى فاقد ثقته في ذاته، حاسس ان هو انسان مش ناجح. دي نقطه. نقطه تانية ان ممكن تزق الطفل ان هو يبتدي يدور على وسائل اخرى يثبت فيها ذاته، ممكن تكون الطرق دي حاجات مش كويسة. يعني يخش بقى في حاجات زي علاقات غير سليمة او صداقات غير سليمة او دراجز كل هذه الاشياء كمان بتأثر على فكرة الارتباط عامة في ذهن الولد، يكبر ان هو مش عاوز يتجوز لان شايف التعب دون، فبيقول يعني احنا ما صدقنا خلصنا بينه، ما صدق انه يعني يكمل 18 سنه وبقى عاوز يعني يطلع يجري من البيت مش عاوز يروح تاني. ممكن تبتدي كمان حتى لو اتجوز في المستقبل تبتدي تنعكس على علاقته هو
مع مراته، لأن يعني هو زي ما شاف في البيت الكبير في بيت بابا وماما بيتم بناتهم، زي ما شاف بابا بيتعامل معاه يبتدي يتعامل مع أطفاله هو أو مع زوجته هو بنفس الأسلوب، فدي كلها برضو تأثر على التأثير. أتسابونا يعني حابين الكلام دلوقتي في فكرة يعني it's never too late، ممكن الأزواج وممكن الآباء في البيت يبدأوا يعيدوا الاحترام تاني بينهم، على عكس الجملة الشائعة يعني اللي كسر عمره ما يتصلح. لكن في حياتنا مع المسيح الموضوع مختلف دايما، وفي محاولة وفي جهاد. ده اللي حابين نتكلم فيه مع قدسك دلوقتي، وازاي نعيد الإصلاح تاني بين في موضوع الاحترام بين الأزواج. هو طبعا اللي كسر عمره ما يتصلح ده مش موجود عندنا خالص، لأن طول ما الإنسان في نفس داخل ونفس خارج، طول ما زي ما الإنجيل في يوحنا صعب يقول ينبغي أن أعمل ما دام نهار، فطول ما في نهار، نهار يعني عمر حياة الإنسان، يعني ما دام الإنسان حي لسه في حياة، فيبقى في دايما فرصة للعمل وفرصة للإصلاح. وأكبر دليل على كده إن إحنا شفنا واحد زي اللص اليمين ده اللي عاش طول عمره بعيد عن ربنا، ولكن في آخر لحظات قدر إن هو يقتني الملكوت. هي في قواعد الإنسان لو حطها في اعتباره في التعامل مع الطرف الآخر ابتدى يشتغل عليها واحدة واحدة، ممكن إن إحنا نصلح الأمور، ممكن تتصلح. يعني الاحترام مهم جدا. في آية جميلة خالص أنا عاوز أقولها موجودة في رسالة غلاطية الإصحاح رقم 6، بيقول أيها الإخوة إن سبق إنسان فأخذ في زلة ما فإصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. وبعد كده يقول إيه، احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. احملوا بعضكم أثقال بعض يعني لازم نحتمل بعض، والاحتمال ده هنا يعني احتمال الضعفات. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. احنا يعني عارفين ان ناموس المسيح هو المحبة. اما جم بيسألوا المسيح بيقولوا ايه هي اعظم وصية في الناموس، اما لهم اعظم وصية هي انك تحب الرب الهك وانك تحب قريبك كنفسك، فهي دي اعظم وصية هي المحبة. فحتى المثل البلدي كان زمان يقول حبيبك تبلع له الزلط. فاذا كان ده واحد ومراته المفروض يعني هم اتجوزوا عن حب، يعني يبقى لازم نحتمل بعض، لازم نحتمل ضعفات بعض ونحاول نصلح بعض يعني بس يشوف الايه هنا بتقول ايه، اصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعه. وحط الشرط كلمه روح الوداعة، لأن أحيانا في أسلوب إصلاحنا البعض بيكون في عنف أو أجريسيف، بيكون بنتكلم على الشخص يعني بأسلوب في شدة، ولكن روح الوداعة ناظرا إلى نفسك، يعني واحد يفتكر إن يعني هو أنا اللي بيرفكت، أنا ما فيش عيوب، ما كل إنسان فينا في عيوب، وزي ما هي بتحتمل عيوبي لازم أنا برضو أحتمل عيوبها. وزي ما قلت قبل كده في مرة ان لو في عيب دوري ان انا اداري على العيب ده، ومش ان انا افضحه وان انا اتعامل معاه العيب اللي في الشخص الاخر، ان انا اداري عليه مش افضحه، وان انا اتعامل معاه بهدوء بطريقة كده جنت. مش عنه قدام الناس، خصوصا في ناس كتير ستات كتير او رجال يعني يقول انا مراتي مثلا كذا وكذا وعيوبها كذا قدام الناس كلها، ويتقول انا عارفة جوزي مثلا دي العيب فيه ده من زمان. فالموضوع ده بيجيب حاجة عكسية، ان بدل ما يبقى فيه تشجيع مثلا بينها وبينه، انا على فكرة مقدر انك اتحسنت، او انا عارفة ان احنا ممكن نبقى احسن من كده، لكن بتجيب نتيجة عكسية تماما يعني لعلاقتهم، يعني ما مش ميزة يعني. صحيح. وهو بيتاخد الفكرة دي عنه وبيتاخد الفكرة دي عنها على طول. صحيح. زي ما شفنا أبيجايل كده اتعاملت مع داود ازاي، وانها الاول استعطفت وجهه بالهدية، لان هو الواحد اما يكون عاوز يعني ينقد الشخص اللي قدامه في اي شيء لازم في الاول يستعطف وجهه زي ما بيقولوا. استعطاف الوجه بقى ممكن يكون سواء بهدية، بكلمة لطيفة، بكلمة تشجيع، اي حاجة، دي في حد ذاتها
بتفتح الأذن، تخلي الشخص اللي قدامي حتى لو ما كانش عنده استعداد يسمعني دلوقتي، مجرد ما أنا قلت الكلمتين دول حلو أنا عجبني الكلام ده، فالواحد يقوم يطرطق ودانه زي ما بيقول ويسمع بقى، وبعد كده تقوم بقى نبتدي نقول الكلام اللي احنا عاوزين نشتغل عليه، بس بأسلوب روحاني وأسلوب فيه نوع من التواضع. يعني هو زي المسيح، هو قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. زي ما نحتمل ضعفات بعض لازم نحتمل آراء بعض أيضا. أحيانا الإنسان يكون متسلط برأيه في ذهني، هو اللي أنا بقوله ده هو الصح، وأحيانا راجل يقول بما أن الرجل هو رأس المرأة هو اللي ياخد القرارات، الست ملهاش أي دور في القرار، مع أن الإنجيل قال أن الله لما خلق حواء آدم خلقها معينة نظيره، فكلمة نظير ده يعني كومباربل، يعني أو كومباتبل، يعني ليها دور زيه. وحتى إحنا إذا قلنا أن رأس هو الرأس، الرجل هو الرأس المرأة، ولكن الجسد أما بيتألم الرأس بتتعب. يعني مثلا الواحد يجيله صداع لو مثلا رجله تعباه شوية أو لو بطنه تعباه شوية، فنلاقي أن الدور هو يعني ما فيش انفصال، ولكن هما بيكملوا بعض. فنحترم بعض في آراء بعض، نحترم بعض في مشاعر بعض. يكون إنسان راجع تعبان أو بيعبر عن مشاعره، يجب أن الطرف الآخر لا يستهين أو لا يقلل من هذه المشاعر. كلمة حلوة قوي تعجبني هنا في أمريكا، كلمة I understand. أحيانا لما الواحد يخش يكمبلين على أي حاجة في أي مكان، يعني مكان فبتوع الكاستمر سيرفيس أحيانا يقولوا له كلمة I understand، مع أن كلمة في الأول مع أن كلمة I understand أحيانا ممكن تتقال بطريقة تنقط شوية يعني، بس هي بتبقى يعني ببرود زيادة. لا، فاحنا مش عاوزينها بالبرود اللي يتعب اللي قدامي، ولكن كلمة I understand أحيانا يكون عاوز بس حد يتفهم مشاعره. أحيانا صدقيني كتير يجوا بعض السيدات يعني في جلسات يقعدوا جلسات اعتراف، يقعدوا يشتكوا، وبعد ما يخلصوا الكلام مجرد ان انا بهز راسي او متجاوب معاهم في الكلام يقوموا كده ويوطوا راسهم، يا ابونا قرا لي الحل. طب مش عاوزين اكلمه؟ لا اعمل معرفه يا ابونا ما تكلموش. طب اجي ازوركم؟ لا يا ابونا ما تجيش، هيعرف ان انا جيت اشتكيت. بس مجرد ان قلت لك سمعتها وتفهمتها مظبوط، ودي ريحتها جدا، دي في حد ذاتها ريحتها. فهو نريح بعض بان احنا نحاول ان احنا نتفهم مشاعر بعض. في حاجة تانية مهمة ان احنا نحترمها بعض، نحترم الخصوصيات. الشخصيات بقى هنا بتختلف، يعني ممكن يكون انسان very open، يعني زوج ما يعني very social، طبيعته ان هو اجتماعي جدا وبيحكي مع كل الناس، وممكن تكون الزوجة طبعها غير كده، يجوا هما الاتنين اول ما يتجوزوا يبتدي يحصل كلاشات شوية. فمهم انه يكون في اتفاقات ان لا بص في حاجات معينة دي ما ينفعش نتكلم عليها، في حاجات دي اسمها اسرار البيت. برضو احيانا كتير بتحصل بالعكس، ان بتكون الست متعودة انها تتكلم مع مامتها في كل شيء، في كل كبيرة وصغيرة، فتبتدي برضو تطلع اسرار البيت. فلازم نحترم بعض في خصوصياتنا، وكل انسان يشوف الشخص اللي قدامه ايه الحاجات اللي هو يعني حاطط الحدود ليها ولا نتخطى هذه الحدود. طبعا احترام اهل بعض، زي ما كنا سبق وذكرنا ان اهل الزوج هم اهلي واهل الزوجة هم برضو اهلها دلوقتي. فكل واحد في يوم الاكليل بإليه أبين وأمين، فإحنا لازم نطبق فيهم وصية أكرم أباك وأمك. عدم المقارنة، إن أما نيجي نقعد نتكلم مع بعض ما نقعدش نقول أنا بعمل وأنا بعمل وأنا بعمل، كأن الشخص التاني ده ما بيعملش حاجة. وبدل ما الكلام يبتدي بداية كنوع من الفضفضة، إنسان بيعبر عن تعب اللي جواه، يبتدي يبقى كأنها مباراة هما الاتنين بيتنافسوا فيها مين فيهم تعبان أكتر من التاني. شوف جوز فلانة بيعملها ازاي، شوفي مرات فلان بتحترمه ازاي، شوفي دي تعمل مشكلة كبيرة خالص. حتة ان يقول المقارنة بالآخرين، لأن كلمة المقارنة بالآخرين دي في حد ذاتها
معناها ان هو بينظر للاخر صح. او الطرف ده بينظر لطرف اخر. لا، كل واحد يفتكر ان كل انسان بيجي باكج، الباكج ده بالحلو اللي فيه وبالوحش العيوب اللي موجودة فيه، ولكن العيوب دي ممكن نشتغل عليها بطريقة ان احنا نصلح منها يعني. برضو علشان نتعامل مع عدم الاحترام ده او نعالج عدم الاحترام، في كلمة كده نقولها، نقول عامل ربنا في الآخر. يعني الشخص اللي قدامي ده انا بتعامل معاه لان ده صورة المسيح في الكنيسة، فشوف انا اتعامل مع المسيح ازاي، وده نفس الاسلوب اللي اتعامل معاه، وافتكر ان احنا دايما جسد واحد، والجسد الواحد افتكر عظم من عظمي ولحم من لحمي، فعلى قدر الامكان ان احنا بنريح بعض يعني. وتسيبونا انا بشكر قدسك جدا، يعني احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وكانت حلقات جميلة ومتعة ببركة ربنا يعني، وان شاء الله نشوف قدسك في حلقات قادمة. وتسيبونا انتوني عطلة، نشكر قدسك على وجودك معنا النهاردة. شكرا خالص يا شيخ. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، بشكر حضراتكم على حسن استماعكم، ونشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله من أنا وبيتي، وإلى اللقاء.